السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، في موضوع جدلي يطول الإخوة المحترفين في تربية النحل أو أصحاب الخبرة في تربية النحل، والتي أسست هذه الخبرات على دراسات وأبحاث طويلة. موضوع تغذية ملكة النحل، موضوع شائك ومهم جدا. يتحدث كثير من الإخوة حول كيفية تغذية الملكات وكيفية اختيار الملكات في الساعات الأولى وما يتم خلال هذه الساعات من إجراءات من قبل النحل الحاضن في تغذية هذه اليرقات. يتحدث بعضهم عن تغذية هذه اليرقات في 24 الساعة الأولى أنها يتم تغذيتها من الغدة الفكية والغدة البلعومية، فتكون ثلث إلى ثلثين. ثم يتحدث في اليوم الثاني يتم تغذيتها مناصفة، ثم يتحدث في اليوم الثالث يتم تغذيتها من الغدة الفكية ثلث ومن الغدة البلعومية ثلثان. كان هناك سؤال طرحته على الدكتور عبد الرحمن بخمسة حول هذا الموضوع، وأستأذن من الدكتور عبد الرحمن بخمسة برفع هذا السؤال على قناتي حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. تحدث الدكتور بفيض عن هذا الموضوع بما يقارب ربع ساعة، وكان حديثه أن هناك غدد أخرى غير الغدة الفكية والغدة البلعومية يتم إضافتها إلى الغذاء الملكي في الساعات الأولى من فقس البيضة أو في الساعات الأولى من العمر اليرقي. محاضرة مهمة جدا ودقيقة، أرجو الاستماع إليها بعناية، فكونوا معنا. فضيلة الأخ عبد الرحيم، حياك الله ووفقك لكل ما في خير. ما أشرت إليه توصلت به في الخاص من صاحبي وأجبته بتفصيل عن كل هذه الأمور، لأن عملت بها. أنا قدمت ما عملت به تطبيقا، دراسة، تجربة، إلى ما هناك من أشياء، وأجبته عن كل هذه الأمور. ألخص ما قلت. حينما تبيض الملكة البيضة، بالطبع تفقس في اليوم الثالث، أحيانا قد تبقى إلى اليوم الرابع، وقد أشرت إلى أن دونتسكي هو المكتشف لهذا الأمر، وقد تتأخر بيوم سنة 1845 أشار لهذا الأمر لتأخير البيضة عن 3 أيام حتى يكون الحل على علم بهذه الأمور. ذكرت هذا، هكذا ذكرته. بالنسبة لما أخذته هذه اليرقات في من الساعات الأولى، وهنا مربط الفرس، نعلم أن من الساعات الأولى إلى 24 ساعة تأخذ فعلا الثلثين من إفرازات الغدة الفكية، يعني أجسام الدنيا بها العديد من الإشكالات من هذا الشكل، وهناك الثلث من الغدد من إفرازات الغدد البلعومية تعطينا فيتامينات، بروتينات، معادن، والأمران يختلفان. وقلت ويدخل في المعادلة دائما من ساعة الأولى إلى 24 ساعة يدخل في هذه المعادلة غدد الشفة والتي هي ليغلاند لابيال سيفاليك. هناك إفرازات غدد الفكية ثلثين ليغلاند مانديبولار، هناك إفرازات الغدد البلعومية ليغلاند فراجين اللي هي فيتامينات، بروتينات، ومعادن، وهناك غدد شفاه اللي هي ليغلاند لابيال سيفاليك. وربما الكثير من الإخوة لم يسمعوا عن هذا الجانب الثالث، لكن أنا نشرته وذكرته حتى يكون الحل على علم بهذا الإشكال. لماذا هذا الجانب الثالث يدخل في المعادلة؟ على أن هذه اليرقات الفاتية من ساعات إلى يوم هناك إمكانات لتوجيه هذه اليرقة إلى ملكة، إلى تتبع هذه اليرقة وتتبع هذه اليرقة من أجل أن تعطينا ملكة، وهنا تبدأ تميز ديال الملكة من يرقة من ساعات إلى يوم بهذا الغرض. ثم المسألة تتغير في اليوم، من اليوم الثاني واليوم الثالث. في اليوم الثاني واليوم الثالث 50% إفرازات الغدد الفكية، 50% إفرازات الغدد البلعومية. لا يمكن أن أقول على أن هذه المسألة مرتبطة غير في اليوم الثاني دون اليوم الثالث، واليوم الثالث لها مسألة أخرى قلب المعادلة، بمعنى ثلثين من إفرازات الغدد البلعومية وثلث من إفرازات الفكية. هذا ربما غير حين الأصل كان في البداية ثلثين من إفرازات الغدد الفكية والثلث من إفرازات البلعومية، يجب قلب المعادلة في الأخير لتوجيه هذه اليرقة لشغالات ولذكور. في اعتقادي المسألة في اليوم الثاني غيره والثالث، فتبقى 50% فكية غدد فكية والغدد البلعومية، لا إشكال في ذلك. وربما
الملكة التي تأتينا من يرقة فتية من ساعة إلى يوم تتميز بما أخذته من غذاء الذي أشرت إليه، ثلث من إفرازات الغدد الفكية وثلث من إفرازات البلعومية وقسط من كمية غير محددة من إفرازات غدد الشفاه اللي هي الجلوتامين سيفاليك، تعطينا ملكة مميزة. لكن من يوم الثاني واليوم الثالث هل يرقى من هذا العمر يمكن أن تعطيني ملكة؟ نعم، يمكن أن يربي النحل بيت ملكي من اليوم الثاني، والذي تغذى بالنصف من إفرازات الغدد الفكية والنصف من إفرازات البلعومية وتعطيني ملكة، لكن ملكة أقل جودة لأن نمط الغذاء تغير ونوعية الغذاء والشكل والجرعات المقدمة، بحيث أن هذه اليرقة الفاتية ربما يدخل فيها عمر اليرقة ذكرنا من ساعات إلى يوم، يدخل فيها عمر المغذية بحيث مغذية من 6 إلى 8 أيام ليس هو مغذية من 10 إلى 12 يوم، يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. ثم يجب الإشارة إلى نوعية الغذاء الملكي، وأشرت قبل قليل لثلاثة أصناف من ساعات إلى يوم، أخذت ثلاثة أصناف، إذا نوعية الغذاء الملكي هو مهم. ثم يجب الإشارة للجرعة المقدمة، ذكرنا ثلثين فكية وثلثين بلعومية وغدد الشفا، إذا الجرعة المقدمة ثم الهدف من وراء ذلك، هذا أساسي، الهدف من وراء ذلك، هل الهدف منه ملكة مميزة أم هدف منه ملكة غير مميزة؟ إذا كان النحال وجه اليرقة الفتية بالتالي ستكون لديه ملكة مميزة لأن أخذ ذلك عن يرقة فتية من ساعات إلى يوم، لكن إذا أخذ يرقة من يومين إلى ثلاث بالتالي تكون لديك ملكة بطيئة في البيض نسبيا أقل تميز بالنسبة الأولى، هذا بشكل عام. ثم من يوم الرابع هذه يدخل الغذاء من نوع آخر، حبوب اللقاح والرحيق يدخل في المعادلة، بحيث أن حينما يدخل الرحيق وحبوب اللقاح في المعادلة هذا حبوب اللقاح يساهم في تعقيم جهاز تناسل الإشغالات، وبالتالي تكون لها قابلية أن تبيض بيض غير مخصب اللي هي أمهات كاذبة، وبالتالي يكون هناك إشكال عند النحال بتواجد هذه الأمهات الكاذبة. وذكرت على أن في الأصل لا يجب تواجد أمهات كاذبة عند النحال له قدرات معرفية في القطاع، له إلمام تقني وعلمي، لأن تواجد أمهات كاذبة في منحل يدل على أن هناك خلل ما في إدارة المنحل من طرف النحال، وبالتالي لا يجب أن نسمع عند نحال محترف تواجد أمهات كاذبة، هكذا أشرت أكثر من مرة، وأتمنى أن يعي النحال بما قلت لعدة اعتبارات، لأن تواجد أمهات كاذبة في منحل هذا يدلنا على أن هناك خلل في إدارة المنحل أوتوماتيكيا، لا إشكال في ذلك. إن كان للإخوة رأي فما عليهم إلا أن يطرحوا اقتراحاتهم وأنا مستعد لقبول إن كان هناك اقتراح يدل على أن ما قلته غير صحيح. إذن تغذية اليرقات هي تغذية معقدة. ثم هناك ربما الأخ لم يذكر العديد من الفرومونات التي تدخل في الغذاء، وإن كان بعض الإخوة سامحهم الله لا أريد أن أسمي والإخوة يعرفون، يقولون على أن مسألة الفرومونات عند الملكة لا وجود لها، هناك بصمة ولا وجود للفيرورمونات، الفيرورمون علما أن هناك فيرورمونات، وذكرت أنا محاضرة خاصة غير بالفيرورمونات أين هي كيف هي تأتيها. ثم في تغذية اليرقات هناك ثلاثة أصناف من الفيرورمونات يا أخي، يمكن العودة إليها بعد حتى لا أطيل في هذه المداخلة. إذا سمحت بالنسبة لمتابعة ما أشرت إليه من قبل والمتعلق ببعض الفيرورمونات التي ترتبط بهذه مرحلة الطور اليرقي، بحيث تغيير مظهر أو شكل الحشرة من البداية في الأصل يعتمد على ثلاث هرمونات في ثلاث حالات. الحالة الأولى كنت قد أشرت لهرمون دو كرواسانس اللي هو هرمون النمو عند اليرقة، ويساعد اليرقة على النمو بشكل طبيعي لا إشكال في ذلك. ثانيا هرمون ما يسمى هرمون جوفيلين، وهو هرمون يحافظ على مرحلة اليرقة بالنسبة للملكة 5 أيام ونصف، أشغال 6 أيام، الذكور 6 أيام ونصف، ويعارض، أقول يعارض، هناك هرمون تتحكم في إشكالية المتعلقة بهذه المراحل ويعارض حالة مرحلة الحرية. ثالثا هناك هرمون ما يسمى هرمون دومي اللي هو هرمون الطرح أو التساقط نسميه ليكديزون، يساعد على إطارة مرحلة الحرية والتشرق. عموما إفرازات هذه الهرمونات هي في الأصل تعتمد على نظام الغدد الصماء العصبية اللي هو ما يسمى نورو أندوكرينيا، وهو موضوع مرتبط بالجهاز العصبي عند أشغالات نسبيا، وهو موضوع معقد يمكن أن نشير إليه في
حلقة قادمة حتى يكون الحال على علم ببعض هذه الإشكالات. من ينفي تواجد الهرمونات للأسف وتدركونه وتعرفونه، أحد الإخوة سمحه الله يقول على أن هذا كلام في كلام، وأنا أجبته وذكرت على أن هناك أشياء ربما قد تغيب عنك، ربما لا تعرفها وسميتها أنت البصمة، لكن هذه البصمة أين محدداتها؟ أعطيني مصطلح علمي لهذه البصمة. لا وجود لشيء اسمه بصمة بدون أن يكون هنا محددات وبحث علمي حول هذه البصمة. كيف هي إمكانية؟ من يضع هذه البصمة؟ كيف تضع؟ أين تتواجد؟ كيف تتمكن؟ مكونات هذه البصمة؟ إلى ما هنالك من أشياء، هناك أشياء تغيب. على كل الآراء تحترم، كثير ما نسمع عن العديد من الأشياء نقدم رأينا فيها مع احترامنا للشخص التي قالها، حتى لا نثير بلبلة في هذه المجموعات. ربما إن كان في الخاص نجيب على التساؤل كما نرى وكما هو المثبت، إن كان هناك خلل فيما قلنا فما عليه إلا أن يشير لما هو صحيح، ولذلك نقاش يمكن أن تكون هناك قناعة من أحد الأطراف. على كل هناك إشكالات تقع في تغذية هذه اليرقات، في الطور اليرقي بشكل عام. لتعطي ملكة مميزة هناك ضوابط، هناك شروط لذلك. تعطينا ملكة أقل جودة، نعم هناك مسببات لذلك. ثم الفئة الثانية من الغذاء، يدخل فيه العديد من الإشكالات الأخرى، بحيث تجعل شغالات نسبيا لها تعقيم في جهازها التناسلي بسبب حبوب اللقاح. هذه حبيبات لقاح كيف هي أصلها وفصلها؟ ربما ذكرنا هذا الأمر وتحدثنا فيه ربما أكثر من اللازم، وبالتالي على الحال أن يكون على علم وعلى اطلاع بحيثيات مكونات حبة لقاح الواحدة كيف هي، أين تتواجد، كيف تنتج، عددها في زهرة، شكلها، لونها، حجمها، عددها في زهرة، إلى ما هناك مكونات هذه أصناف هذه الحبيبات لقاح. هناك أشياء عديدة جدا يجب على الحال أن يبحث فيها حتى يكون على اطلاع. هو يتحدث عن حبوب لقاح وسلام، لكن كل متعلقات هذه حبيبات لقاح وتصنيفات هذه حبيبات لقاح ربما قد لا يعلم عنها شيء، وربما البعض سمع عن هذا الأمر في محاضرة من المحاضرات. على كل الموضوع يطول في هذا الباب، قد نعود إليه. أستسمح، تحياتي لك وشكراً.